تنحضروا اليوم التاريخي في ديكاتلون اللي هو افتتاح المتجر 18 في المغرب، المتجر الخامس في الدار البيضاء. هو متجر اللي المساحه ديالو كانت حوالي 2500 متر كاري، فيه اكثر من 65 براتيك سبورتيف. هو متجر اللي فيه 70 كولابوراتور اللي كيجيو فرحانين كل نهار باش يديروا ما في جهدهم باش يقدروا انهم يفرحوا الكليان بوغ لو ساتيسفاي. حنا كنا امباسيون انهم يجيو عندنا، حنا فرحانين بزاف انهم يجيو عندنا، دونك مرحبا بهم في اي وقت. وحنا كنتسناوهم بفارغ صبر حيت هادشي كامل اللي درنا على قبلهم. مرحبا بكم كاملين، اليوم كنحلوا المغازان رقم 18 في المغرب خاصه في الدار البيضاء. مرحبا بكاع الزبناء ديالنا والزبناء اللي ماشي في الدار البيضاء، كونوا اكيدين ان اوني ديسپونيبل سور لو سيت decathlon.ma ليفريزون بارتو في المغرب و بايمون سورتو لي مويان. مرحبا بكم. اليوم اقرب حاجه للناس كاملين هي التليفون ديالهم، دونك الناس اللي مقربش اليوم لي ماغازان ديكاتلون ماروك مستعدين اوجوردي ان نكون قرب منهم فيا لو سيت decathlon.ma ديسپونيبل بار لا ليفريزون بايمون اون لين بايمون سور بلاس ايتترا. دونك اللي ما قادرش يجي عندنا يدخل سيت decathlon.ma. مرحبا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.